بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم امبارح اول جمعه في شهر ابريل وده على طول يفكرنا بان اول جمعه في شهر ابريل هو يوم اليتيم ويمكن كنت دائما لما بتكلم في اليوم ده بيبقى عندي اعتراض على كلمه يوم اليتيم لانه ممكن يكون مؤلم لناس كتير جدا في الحقيقه انا كنت طالعه النهارده هتكلم في اتجاه تاني خالص ولكن قريت رساله امبارح على الفيسبوك غيرت لي اتجاه كلامي تماما ومع ذلك احنا معانا تقرير لان امبارح احتضنت منطقه الاهرامات عدد كبير جدا من الايتام بمناسبه يوم اليتيم وده كان تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع وزاره الاثار خلونا نشوف التقرير وارجع لحضراتكم مره ثانيه حفلت منطقة الأهرامات بيوم اليتيم للعام الثاني على التوالي بمشاركة 800 طفل يتيم ومعاق ووجهت المنطقه الاثريه دعوه للجمهور للمشاركه في فعاليات الحفل لرسم البسمه على وجوه الاطفال الايتام مؤكدة ان هذا الحفل ياتي انطلاقا من المسؤوليه المجتمعيه للمنطقه مما يسهم في نشر التوعيه الاثريه وخلق روح الانتماء وحب الوطن لدى الاطفال والشباب كانت بدايه الفكره من السنه اللي فاتت بالتحديد في يوم 17 ابريل عام 2015 جمعنا هنا حوالي اكثر من 400 فرد من جمعيات مختلفه آه بعد كده السنة دي حبينا إن احنا نكرر نفس اليوم بس حبينا يكون فيه آه ليه لمسة تانية فحبينا إن السنة دي يكون يوم مميز في اليتيم والمعاق وانقارن برضو مجموعة من المعاقين اللي هم يعتبروا كانوا من ضمن أبطال مصر فاتعاوننا مع وزاره الشباب والرياضه في ان هي تجيب لنا الاطفال. احنا كمفتشين آثار هو ده دورنا ان احنا نجيب الناس عندنا كل الناس اللي بتيجي زياره عارفه تيجي بم... ب... بقدرتها انها تيجي الهرم بتتفسح تجيب ولادها انما في ناس في أماكن ما بيعرفوش جيت الحفله ده عن طريق ان انا شفت على الفيسبوك اعلان على الصفحه الرسميه بتاعت آثار الهرم. ولقيت الحفل الخيري ده وقلت اكلمهم كلمتهم وجيت شاركت النهارده من الساعه 8 الصبح يا رب تبقى ايامكم كلها سعاده وكلها فرح وان دايما ما يبقاش في اي حزن في قلبكم وان دايما تحاولوا نحاول احنا ان احنا نقدر دايما نسعدكم باي حاجه النهارده احنا جينا من اول الساعه من اول ما جينا من اول الساعه 7 الصبح قعدنا يعني انا والناس اصحابي برضو جينا هنا قعدنا المعلومات والحاجات اللي زي كده تضمرت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة كما قام عدد من أطفال ذوي الإعاقة بتقديم فقرة فنية بالزي الفرعوني وأعرب الأطفال عن سعادتهم بالحفل لإقامته بالمنطقة الأثرية النقل أحلى يوم في حياتي كلها أحب أقول لهم إن, إن مهما عملتوا السعادة دايما هتفضل في قلبك كلنا أسرة واحدة مش الولد بس احنا بنتفاعل كلنا أسر أسر مع بعض الولد ومامته كل المتواجدين معايا إشراف هم أولياء أمور بيساهموا في النشاط الحقيقة دي حاجة الحاجة التانية احنا بنتعامل مع بعض بحب بنتفق ايه اللي احنا محتاجينه كلنا مع بعض وبناء عليه بنبتدي نشتغل عليه اتبسطت شفت صحابي فرحانين وشفت أخويا الصغير فرحان قال لي أنا عايزة أتفرج مع ميكي ماوس قلت له اتفضل وفرحنا قوي انا واصحابي ورحنا الاهرام وركبنا الحنطور ورحنا شفنا ابو الهول يعني حاجه جميله يعني صلوا 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 افضل الصلاه والسلام تاثرت جدا بالولد اللي قال النهارده اسعد يوم في حياتي يعني يا رب يجعل أيامك كلها سعيدة في الحقيقه امبارح لقيت رساله موجوده على الفيسبوك من بنت بتقول انه يوم اليتيم هو يوم مؤلم جدا بالنسبه لنا وان هي بنت يتيمه وكان اليوم ده مرتبط بالنسبه لها بوجودها في المدرسه وانه كانوا في اليوم ده بيدخلوا يقولوا مين يتيم موجود في الفصل فكان مطلوب منها انها ترفع ايديها. ولما ترفع ايديها ياخدوهم ويعملوا احتفال بسيط وبعض الهدايا وكاتبه حتى بالتحديد انه بيديهم ظرف كان فيه 20 جنيه وانها كانت في اليوم ده بتغيب من المدرسه لانها كانت بتتحرج وبتتكسف قوي قدام اصحابها وبتحس انه يوم مؤلم جدا بالنسبه لها وفي شيء من الاهانه انهم يبقوا بيدوها هديه او بيدوها ظرف فيه فلوس ولما كانت بتغيب مع الاسف كانت لما بترجع تاني اليوم اللي بتيجي فيه بتدخل برضو المدرسة وبتنده عليها وبرضو بتديها ده قدام اصحابها بتوصف شعورها انه شعور مؤلم جدا وانه لو انتوا متخيلين انه في يوم زي ده انتوا ممكن تكونوا بتسعدوا اليتيم فلا انتوا بتحسسوه بيطموا بجد فخلتني فكرت انه ليه احنا بنعمل سبوت قوي على يوم واحد ابريل ان هو ده بس يوم اليتيم يعني حتى فكره يوم هو ما يكفيهوش يوم ده الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وصانا بيهم وانه اهتمامنا بيهم لابد انه يكون السنه كلها يعني احنا حتى كاعلاميين وبرامج مش لازم ان احنا نلقي الضوء بس هو حلقه واحده على فكره اهتمامنا باليتيم والرسول عليه الصلاه والسلام وصانا ازاي باليتيم والمفروض نعمل معاه ايه وايه دورنا تجاهه ولكن من الوقت الاخر لازم نبقى بنذكر نفسنا زي ما بنذكر نفسنا بحاجات كتير جدا العبادات والصدقه وصلة الارحام وحاجات تانيه كتير قوي برضو الاهتمام باليتيم لا يقل اهميه عن كل الحاجات اللي انا قلتها خلونا نتكلم النهارده عن الايتام وعن دور اليتيم والرسول عليه الصلاه والسلام وصانا عليه ازاي وان شاء الله مش هتكون الحلقه دي بس مع فضيله الشيخ احمد صبري واكيد بنرحب بصلاة حضراتكم واسئلتكم ولكن بعد الفاصل احتفال بيوم اليتيم واهتمامنا باليتيم والرسول عليه الصلاة والسلام وصانا ازاي باليتيم ان شاء الله يكون كلامنا النهاردة مع فضلة الشيخ أحمد صبري أكيد برحب صلاة حضراتكم وأسئلتكم شيخ أحمد سلام عليكم وأهلا بحضرتك وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا يعني بنقول مش عارفين هو يوم مفرح بالنسبة له ولا يوم مؤلم ومحزن بالنسبة له ولا هما الاتنين مع بعض ويعني كوكتيل من الاحاسيس والمشاعر اللي ممكن تكون جواه محدش ممكن يكون حاسسها غيره. راي حضرتك ايه فكره الاحتفال بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. خلينا نركز على انه الكلام عن اليتيم هيختلف باختلاف استغلال اليوم واللي هيحصل سيئة. واللي هيحصل في اليوم لكن الرساله اللي حضرتك قلتيها من شويه هي لها وجهه نظر لانها بتسلط على اخطاء معينه لفئه معينه من الناس كانوا بيتعاملوا باسلوب غير صحيح وغير سليم مع اليتيم. تمام. انما التقرير اللي احنا شفناه مثلا الناس المشرفين بتوع الاثار مش فاضيين كل اسبوع او كل شهر طبعا يستقبلوا اولادنا طبعا ويعملوا لهم الجوله الجميله اللي اتعملت في الاهرامات. صحيح. وباعتبار انه الاهرامات من اغلى المناطق علينا وانه اللي بيروح بيروح يفتكر التاريخ وبيروح يفرح في المكان ده ويركب الحنطور ويركب الخيل ويفرح مع الناس فالمكان ده مشكورا استطاع انه يوفر اليوم ده في الوقت ده علشان يستقبل الايتام ويفرحهم باليوم ده ودعا كل الناس من كل الفئات عشان الكرويين والفنيين والمطربين وكل الناس يشاركوا معاهم ويفرحوا ال اليتيم بال بالموقف ده هم. الزاوية دي بالشكل ده أنا في وجهة نظري واجتهادي أنا إنه حديث النبي عليه الصلاة, في الصلاة والسلام, والسلام. والسلام من سن في, الأسلا في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دي سنة احنا انا ما بحتفلش احتفال ديني لانه عايز افرق للمشاهد الكريم لانه في احنا اتربينا واتحقنا على بعض الـ الـ الاحكام الغير سليمة وغير صحيحة انه اه عيد الام حرام اه عيد الميلاد حرام عيد يعني الميلاد حرام ما عندناش الا العيدين بس اه عيد الاضحى وعيد الفطر في حين ان انا عندي كل اسبوع عيد وهو يوم الجمعة فعايز اقول لهم انه سيدنا الله يرحمه وينور قبره سيدنا العالم الجليل الشيخ عطيه صقر هذا الرجل العالم المحترم المؤدب عليه رحمه الله قال يا اخواننا فرقوا بين الاحتفال بالعيد اذا كان عيد ديني او عيد دنيوي مم. ان كان عيد ديني فانا هقول ده خطا انما هو مش عيد ديني ده عيد دنيوي صحيح زي الاحتفال بعيد الام مم. هو مش عيد ديني ما فيهوش طقوس دينيه هو يوم احنا بنقول لها فيه كتر خيرك وان يعني كانت اه فيه وان كانت لانه العيد ده ارتبط بحاجه تانية ارتبط بترويج سلع اقتصاديه بنبيعها وبنشتري وبنجيب آه هدايا وبنعمل وبنخلي فبندور الحركه فملهاش علاقه بالاعياد الدينيه زي الاحتفال بيوم اليتيم بالشكل السليم الشكل اللي هنشرحه دلوقتي وهنركز عليه لأن الاسلام ده قبل ما يبقى هو دين العباده والصوم والزكاه والحج هو دين المشاعر. مم. هو دين ان انا احافظ على الناس اللي حواليا. بالبدايه خالص انا بحيي صاحبه الرساله اللي بعتتها. آه. لان ده صوت هي بتصرخ هي غيرت لي اه غيرت لي غيرت الفكر تماماً. آه. تماما لا هي عايزه تقول يا ناس بلاش المتاجره باسم اليتيم. صح وبلاش نرزع فيه ونحرجه ونسبب له ايلام نفسي اكبر من فقدانه لباباه أو إنه شعوره بإنه فاقد حاجة لأنه اليتم في اللغة له ثلاث معاني. م. اليتم بمعنى الانفراد. باجي أقول العالم ده يتيم بين أقرانه. م. يعني يتيم يعني إيه؟ فقد الأب والأم يعني أو فقد أباه؟ لا. ده يتيم بين أقرانه يعني تفرد بالعلم بين زملائه. م. أقول أه ده المبنى ده يتيم الدهر. <applause> يعني مفيش على ظهر الأرض مبنى حلو زيه فتفرد بالجمال. فاليتيم <applause> تفرد بإنه فقد أباه <applause> فتفرد بدي بقى لوحده فيها. اليتم بمعنى الغفلة. <تصفيق> <تصفيق> إيه علاقة الغفلة؟ إحنا دايماً عارفين إن الغفلة إن واحد ينسى يصلي أو ينسى يذكر ربنا، لكن يتيم او اليتم بمعنى الغفله قال لك اه باعتبار حال اليتيم لانه اليتيم ده مين اللي كان بيرزقه يعني مين اللي كان بيصرف عليه آه. مين اللي كان بيروح له المدرسه عشان يشوف هو كويس ولا مش كويس مين اللي كان بيراعيه مين اللي كان بيراعي احواله وشؤونه مين اللي كان بيتاجر في المال عشان يعمل له مستقبل كويس باباه ففقده فتغافل الناس عن اليتيم بعد فقده لمن يقوم على رعايته فاصبح من معاني اليتم الغفله من معاني اليتم الفقد مم. وده الرساله اللي جت أيوه. الفقد اللي هو ايه؟ اليتيم ده ممكن ما يكون ممكن يكون غني مم. مش محتاج ان انا اديله 20 جنيه ولا بالزبط. 200 جنيه ولا 2000 جنيه ده ممكن اليتيم ده يكون اغنى مني انا هو الاحتياج ملوش علاقه خالص هو فقد المشاعر أي هو هو الفقد المعنوي طبعا وان كنا برضو في ايتام فقدوا العائل اللي بينفق عليهم فبنتكلم في الحته دي عشان كده شوفي فكري قوي في مصطلح سيدنا النبي يجي يقول لنا ايه؟ انا وكافل اليتيم كهاتين اقعد افكر في الحديث هو كافل اليتيم ايه العلاقه قبل كفاله اليتيم ايه العلاقه بين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وبين الكافل بتاع اليتيم العلماء قالوا دي علاقه قويه جدا لانه سيدنا النبي هو اللي تكفل بالامه كلها فحنين على الامه قلبه رقيق على الامه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ها رؤوف رحيم هو ده هو ده الكفاله بتاعت سيدنا النبي فيجي يقول انا تكفلت بيكم كلكم هو يوم القيامه لما الدنيا تضيق بينا كلنا هنروح لمين لسيدنا النبي يعني هو الكافل بتاعنا وسلم. بقى سلين. تعال, سلين. تعال بقى اقف بقى عند ربنا بقى وتعالى اتوسط لنا عند ربنا بقى م. وربنا ياذن لك كده وتقبل شفاعتك ويقبل شفاعتك فينا بقى م. فهنسيب الدنيا كلها ونروح للكافل بتاعنا م. مين الكفيل بتاعنا عليه الصلاه فسيدنا النبي هو كافل الامه كلها فيجي يقول انا كفلت الامه كلها طيب بما ان انا كفلت الامه كلها انا عايز بقى ناس تكفل اشخاص م. الكفاله الماديه والكفاله المعنويه، فاليتيم ده فقد اللي, بي... اللي بيطبطب عليه اللي بيتحاور معاه مم. اللي بيفهمه اللي بيديله خبره. ما هو البنت لما تبقى في مرحله المراهقه ممكن محتاجه ممكن تقع طبعا ليه؟ عشان ما فيش سند وعشان ما فيش خبره. مم. حتى ولادنا احنا طبعا ليه, ليه 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 انت عينك على بنتك وعلى ابنك مع انك عندك ثقه عمياء فيهم بس هل خبره اولادك زي خبرتك؟ لا طبعا هو ده هو ده فاليتيم فقد المعنى ده مم. محدش بيديله الخبره مفيش كمان عين ايوه مراقبه فهو مستني الحته دي مش مستني حد يديله ظرف جواب ويقوله خد وأنا ولذلك تعالي كده شوفي القران آه الاول القران من اول ما نزل ربنا يتكلم عن اليتيم في 22 سوره من ال114 سوره شوف حط دي على يخلي العقل يخزن دي 22 صورة يتكلم فيهم ربنا عن اليتيم ويتكلم في ال 22 صورة في 23 آية وده من أهمية آه. اليتيم طب قلت الله ويه يعني آه ويه يعني تعال شوف المواثيق الدولية هل اتكلمت عن حقوق الأيتام؟ مم. لا لحد سنة 1924 طازة قريب جدا احنا في 2016 في مؤتمر جنيف في سنة 1924 نص المجتمعون في المؤتمر بتاع جنيف في المادة الثانية في الفقرة الثانية من البنود بتاعة المؤتمر ده على انه في حق الطفل يجب رعاية اليتيم وإيوائه بس ده اللي نص عليه فده اللي تفوق فيه الإسلام عن غيره إنه راعى مشاعر الضعيف ده كفار قريش كانوا متغطرسين زي غطرسة اللي بيذل اليتيم النهارده أو بيتاجر باسمه مم. لما جم سيدنا النبي عرض عليهم الإسلام الرسالة دي بتتسق وإن كان فيه فارق أنا مش بشبه اللي عمل كده بكفار قريش مم. أنا بشبه فعل اللي عمل الكلام هو ممكن الكلام. تكون نيته سليمة بس ولكن فعله. فكرة أنه هو قدمها إزاي مش عايز أعمل زي الدبة عملها آه عمل إيه مش عايز أعمل زي الدب لا مم. أنا عايز أنا بعمل حاجة حلوة فلازم أعملها بالشكل الصحيح مم. قبل ما أعملها لازم أراعي المشاعر لأنه الدين أفكر. ده قبل ما اقول للناس صوموا وصلوا ازاي؟ اقول له راعي مشاعر المحتاج او الفقير او اي حد في المجتمع. يعني انا برضو يعني بعتب على على بعض الاماكن اللي فيها اولاد ايتام لما يبقى حد رايح يزورهم فتقول لها تعالي سلمي على المتبرع، تعالي سلمي على ولازم اذله يعني كده لازم يعني, أكثر يعني اه لا لازم يعني لازم احسسه بانه ايه والولاد هم مش فاهمين بس بس, بس بيتعاملوا بال بقى التجارة. بان هو ده شوف يعني هي هي شوف دي, دي دي معناها كده ما هو ربنا يقول ايه؟ قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها أذى. مم. مش عايزة اوقع الاذى عليه. طب. مش عايزه لانه ال وفي بعض لا. يعني الواحد اصله الفتره السنين اللي فاتت دي رحنا كذا مكان بعض الدور التانية لا بيبقوا يعني واخدين بالهم قوي إنه لا مستحيل إنه من المشاعر لأنه مش عايز و... أعلمه وما, ي... وما ي... يعني يقول له لا ما تمدش إيدك ما تاخدش صحيح ما تقولش هات يعلموا عزه النفس آه. وهو ده دل... لا وبيبقوا واخدين بالهم من مشاعر الولاد ويقولوا للي جاي خلي بالك من فضلك بلاش كذا عشان مشاعر صحيح. الولد او صحيح. مشاعر البنت فانا مش بشبه بنتنا اللي بعت الرساله ان كان الحال كما ورد بالسؤال فبقول ان فعل الناس دي زي فعل كفار قريش لما جه سيدنا النبي دعاهم للاسلام قالوا له ايه قالوا له يا احنا هنقعد مع الناس دي احنا نقعد جنب الناس وملابسنا تلامس ملابس الناس الفقيرة دي فربنا أنزل مباشرة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وبعدين في حاجة في مفاجأة من العيار التقيل قوي قوي للمجتمع كله هي إيه في إحدى الغزوات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حب الصحابة حبوا يسبقوا فيه ناس معهمش خيول ومعهمش جمال يركبوا عليها فماشيين على ايه؟ على اقدامهم فماشيين تاتا تاتا براحتهم كده فراحوا لسيدنا النبي الناس اللي معاهم الخيول يا رسول الله احنا عايزين نجري بسرعه فقام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حبي يمتص الغضب منهم ويقول لهم عايزين تجروا ليه؟ عشان ننتصر عشان القوه وبتاع ونفرض سيطرتنا بقى على العدو فقام سيدنا النبي قال لا, لا 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 ده مش النصر ده مش دي مش, مش من اسباب النصر ازاي يا رسول الله؟ قال انما تنصر الامه الامه كل البلد كلها انما تنصر الامه بضعيفها وفقيرها بصلاتهم ودعائهم واخلاصهم. انا وحضرتك والمشاهدين كلنا انا بغري المشاهد بقى. ايوه بقول له لو انت عملت كده ربنا هيرزقك بس تعمله صح ما تعملوش غلط. اعمله بالشكل اللي يبيض وشك قدام ربنا اعمله بالشكل اللي يخلي سيدنا النبي عليه الصلاة على والسلام, وسلم. فرحان بيك القرآن وضع حقوق ملهاش حصر للفقير حق المال وانت تعجبي قوي في الحتة دي لما تيجي تروح لسورة النساء بالذات وسورة النساء دي أمر غريب جدا أول وصية فيها اليتيم أول وصية في السورة تاني آية مباشرة بعد أول آية ايه ده كأنه بيلفت النظر هو بيأسس المجتمع في سورة عظيمة اسمها سورة النساء بيقول خلي بالكوا عشان كده سيدنا النبي في اللحظات الأخيرة له وهو بيفارق الحياة ومقبل على أول مرحلة من مراحل الآخرة قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم اليتين. أروح واقف كده لورا وأقول الله شمعنا المرأة واشمعنى اليتيم معاها والاتنين كانت سورة النساء وتاني <applause> هي دي اليتيم هي هو ده فقه سيدنا النبي لسة فما لسة جابوش ده جابه من القرآن فالآيه رقم اتنين في سورة النساء تقول لي خلى بالك من اليتيم وتعامل معاه بالشكل الصحيح من ضمن الآيات الوصية بقى ربنا يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مم. انا هقول الايه كمان مره فط. عشان الايه اللي بعديها فيها استنباط رهيب. فط. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، كلمه السفيه يعني ايه؟ كلمه السفيه احنا فاهمينها غلط. السفيه دي يعني اي حد مش كويس، لا السفيه ده هو واحد ما عندوش خبره مم. هو واحد بيتصرف غلط هو واحد بينفق ماله في اللي ملوش حساب فيه مصلحه ولا تفكير آه في اللي ملوش فيه مصلحه فربنا بيقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما قياما يعني ايه يعني انت اخوك مات فاخوك ده متجوز وعنده اولاد الأولاد دول لهم ميراث. اه ولهم حضرتك في الجزئية دي. ايوه لهم مال. م. فالقرآن بيقول لك اعتبر ان المال ده مالك م. بس ما تاكلوش. تاجر فيه. فيقوم يقول لي يوصيني ربنا ويقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. م. ما قالش أموالهم. م. ده كانه بيقول لي اعتبر عليك. عليه اتصرف فيه كانه مالك كانه مالك ولكن بحكمه بس اوعى تاكل منه حاجه اوعى تاكله لانه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار شكلك معاك اتصال معنا فاصل <applause> معنا فاصل مشاهدينا <applause> فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية خليكم معانا برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره ثانيه معنا النهارده فضيله الشيخ احمد صبري اكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم. شيخ احمد اليتيم اه خلينا نرجع لايه ولا تؤتوا السفهاء طب وبعدين اقول لحضرتك السؤال ولا تؤتوا السفهاء ايه؟ اموالكم م. انت قيم يعني انت خادم لهذا اليتيم م. خادم له بترعى امواله ما بتسيبهاش علشان ما تنقصش علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني قوام الحياة لا يستقر إلا بالمال فالحياة دي مش هتستقر إلا من نم المال بتاعه من له ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها ما قالش وارزقوهم منها يعني إيه وارزقوهم فيها يعني تاجر في المال ده عشان ينمو عشان لما تيجي تنفق عليه تنفق عليه من الأرباح مش من أصل المال مش من بتاعه أصل المال اللي موجود. عشان كده الدولة فيها حاجة اسمها المجلس, المجلس هو ده مم. عشان يحافظ على مال مين آه عشان يحافظ على مال اليتيم ده عشان يخاف عليه أحسن حد ياخده ولا حاجة أو حد يظلمه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله شوف كلمة إيه أموالكم طب الآية اللي بعديها وابتلوا اليتامى يعني راقبوا تصرفاتهم السفيه اللي ما كانش بيتصرف صح وابتلوا اليتامى يعني رأبوهم في تصرفاتهم بيتصرفوا حلوة ولا وحش وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح طب وبعدين يا رب فان انستم منهم رشدا مم. لا ما قالش فان بلغوا سن الرشد قال فإن آنستم منهم رشدا مم. لأنه ممكن مش, مش عند السن المعين ولكن عند عند التفكير الصح ده القرآن ده نظرته عميقة جدا شوف مم. ربنا بيقول كان ربنا بيقول أنت هتلاقي يتيم عنده خمسين سنة ولا يحسن التصرف في ماله مم. وهتلاقي يتيم عنده 12 سنة وعقله عنده اقتصادي جبار طب أسأل حضرتك سؤال اليتيم ه هقول هقول بس المقارنة بينها وبين الآية اللي قبلها في كلمة واحدة بس اتفضل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. م. في الايه الاولانيه وهو بيوصيني وبيقول لي تاجر قال لي المال ده اعتبره مالك م. لكن لما جه يقول لي ادفع قال لي خلي بالك المال ده مش مالك ده مال مين؟ فادفعوا اليهم اموالهم. ما كانت من شويه اموالكم. بس المرة دي قام اه قال لي وانا بوصيك بالتجارة بقول لك تاجر خاف عليه كأنه مالك، لكن لما اجي اقول لك عند الدفع اعرف ان هو ماله هو ده مش مالك, مالك انت. ده ماله هو آه. هو ده الفارق بين الآية دي ودي وحضرتك بتقول اليتيم اللي عنده خمسين سنة واليتيم اللي ال عنده 12 ال سنة اليتم <applause> دي سن معين يعني لا هو, هو لا يتم بعد البلوغ بس انا بتكلم في قاعده تانية خالص اسمها قاعده التصرف الصحيح في المال مم فإن آنستم منهم رشدا الآيه بتقول لي مجرد ما تشم ان الولد اليتيم او البنت اليتيمه دي بلغت مش بلغت بقى دخلت في مرحله التصرف العائل والتصرف السليم اديله حقه تمام. ما تحبسوش عندك اليتيم يتيم الأم بس ولا الأب بس ولا الأم والأب في البشر ولا إيه؟ في البشر مم. اليتيم يتيم الأب الأب آه لأنه الأب هو العمود الفقري للحياة العصب الع... هو هو عمود الخيمة لا قدر الله فيه ستات بمئة راجل آه طبعًا هي اللي بتصرف مم. وأنا بشد على إيديها وبقول لها الله يرضى عليك ويبارك لك ويسترك بس القاعدة الأساسية مش أنت اللي تشتغلي مم. مش ده الاساس مش ده الاساس، الاساس عندي مين اللي يشتغل؟ الاب الاب. فيجي هنا اليتيم في البشر من فقد اباه. م. وفي الحيوان المعاكس بقى، من فقد امه. م. ليه؟ لانه اليتيم بتاع الحيوان محتاج ايه؟ محتاج اللي ترضعه بخلاف الاب. واخده بال حضرتك؟ فاليتيم في البشر من فقد اباه. بيقولوا من فقد اباه وامه هو, هو اللطيم. يعني بقى الاثنين مع بعض المصيبة اه بقت مصيبته اشد واعم وربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويبارك في كل الاباء وكل الامهات ويبارك في اولادنا جميعا فتلاحظي انه اليتيم في الاسلام يعني في حته المال بالذات القرآن حذر وانذر بشكل يخوف. الاسلام يعد ان اكل مال اليتيم من اكبر الكبائر طبعا من مش كبيره لا شوف كم تليفون بقى بيجيلنا من أوه من من ناس بتقول انه العمام أوه خدوا حق أوه الاولاد وقالوا لا ده مش حقهم وقالوا لا الاب ما كتبش وقالوا لا يعني ده حتى يا اخي لو ما كتبش ده حتى لو, لو 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 انت انت اللي مش لاقي تاكل ولاد الاخ الايتام اللي هم صغيرين اللي هم محتاجين مصاريف ومحتاجين رعايه ومحتاجين تعليم ومحتاجين اكله ومحتاجين شرب ومحتاج انت تديهم من مالك شوفي ربنا يقول ايه في الحته دي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا حوبا يعني ايه؟ يعني اثما يعني ظلما ومش ظلم وبس ظلما ايه؟ كبيرا ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام اتقوا السبع الموبقات اللي هو اكبر الكبائر الإشراك بالله والشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم مم. والتولي يوم الزحف الله ويحط فيها إيه؟ ويحط فيها إيه؟ أكل مال اليتيم ربنا يقول في القرآن ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب مم. الآية دي في منتهى الخطورة الراجل مات وساب أولاد أيتام مم. وفي أرض في أرض حلوة وأرض ضعيفة وأرض متوسطة تمام فيجي الراجل اللي مادة وسابقة عيال أيتام بقى ما ده الحيطة الواطية اللي هم حتة اللحمة الطرية أيوه. اللي هياكلوها بسرعة كده هو العيال دي مراسهم كم فدان؟ خمسين فدان 10 فدادين فدان م. طب اديهم الفدان اللي هو في الحتة الفلانية اللي هو الضعيف م. مع إن حقه إن هو ياخد إيه؟ ياخد فدان في مكان كويس، أيوة. اديله الشقه الخلفي مم. عشان بفلوسي مش انت عايز مش انت عايز شقه خد شقه اديله وابقى اسمي يعني اديته اه اديته بس انا عملت استبدلت خدت ولا تتبدله الخبيث اللي هو الضعيف يعني مم. بالطيب يبقى مال اليتيم مال حلو ومال بيكسب ومحل بيربح اروح ساحب منه المحل ده واروح مديله محل تاني، مم. اروح ماخد منه الشقه الحلوه دي واديله شقه ميته علشان الشقه دي تكسب عندي انا، فربنا يقول اوعى ايه تعملوا كده ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب يبقى مم. مال اليتيم طيب وحلو وكويس وبيكسب وانت تروح واخده منه ومديله حاجه مكان الحاجه بس ما بتكسبش. على الرغم من انه لو اداله الحاجه الكويسه الله وخد أبقى. هو اللي أوه. مش كويسه ربنا هيبقى اديلها له. ما هو سيدنا النبي قال كده، قال انما تنصرون خلين. وترزقون بضعفائكم وفقرائكم التاجر اللي عايز ربنا يملاله التجاره بركه اللي عايز ربنا يبارك له في صحته في زوجته في أولاده في حياته في آخرته يمد إيده للضعيف ده يمد إيده للمحتاج ده علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويرزقك ويسترك لكن قلبك يجمد أو عينك تجمد مثلا موضوع الجواز وربنا سبحانه وتعالى لما أباح الزواج وبعدين الأصل عندنا في الإسلام الإفراد مش التعدد الأصل في الجواز الافراد ما زاد عن ذلك مش هو الاصل مم. يعني مش الاصل الايه التعدد الاصل الافراد لكن واحد قادر وله ظروف وله حالته ده موضوع تاني فربنا يتكلم عن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورفا فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحله لكن ربنا يكلمنا عن اليتامى مم. وينبه انه لو انت حبيت تتجوز واحده الواحده دي ممكن تبقى يتيمه مم. فكأنه بعض الناس فهم ان هو ممكن يتجوز اليتيمه الغنيه الجميله ويظلمها في المهر مثلا ما يدهاش باعتبار ان هي ايه يتيمه ملهاش حد ملهاش حد دي. ده يتيمه مم. وبعض الصحابه فهموا الكلام ده فراحوا لسيدنا النبي قالوا ايه الكلام ده؟ عليه الصلاه والسلام فقال لا 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 تكون اليتيمة في حجر الغني وهي غنية وجميلة فيطمع في غناها وفي جمالها فيريد أن يتزوجها ولا يعطيها حقها ما يدهاش المهر بتاعها فأبى الله عز وجل أن يحدث هذا فحرم هذا قال لك اتجوز أي واحدة تانية بس ملكش دعوة باليتيمة دي لو أنت هتظلمها عايز تتجوز اليتيمة ده حقها بالظبط زي اللي هي مش يتيمة بالضبط لكن مش معنى ان هي يتيمه يبقى هي حته لحمه طريه كل فيها براحتك واعمل فيها اللي انت عايز تعمله لا ده ربنا حرم الجواز ده قالك لك ده ما ينفعش ما تظلمهاش ما تطمعش في غناها وما تطمعش في مالها علشان هي ايه عشان, عشان هي عشان يتيمة, هي فربنا حرم كده ومنع كده لما عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه راح لخالته السيدة عائشة وقال لها أنا فاهم الآية دي غلط ما تفهميهاني هاني هو صحيح أن أنا ممكن أتجوز واحدة يتيمة واثنين وثلاثة واربعة ومفيش مشكلة يعني قالت له بئس ما قلت يا ابن أختي <applause> إن الصحابة استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم <applause> في أمرها فقال بأن اليتيمة تكون في حجر الغني وهي غنية وجميلة فيطمع في غناها وفي جمالها ولا يعطيها حقها فحرم الله ذلك فالآية قد يفهمها البعض بشكل غير صحيح إننا ممكن أظلمها لا أبدا مستحيل ده ربنا سبحانه وتعالى إداني صدمة في القرآن قال لي فوق أرأيت الذي يكذب بالدين؟ انت عارف مين اللي بيكذب بيوم القيامه مين اللي مش مصدق بيوم القيامه ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يدع يعني ايه يعامله وحش يطرده يجرحه يؤذيه ارجعي للرساله الثاني ايوه طبعا ارجعي عشان نقول للجمعيات اللي بتقول للولاد الايتام اطلعوا سلموا على المتبرع مستحيل ابدا عايز اقول لو فيه نقص عند الجمعيه دي او الجمعيه دي عايزه تثبت ان هي بتوصل الفلوس للاولاد فما بيكونش بالطريقه دي طبعا ابدا مستحيل طبع يكون طبع بالشكل ده لو عندك نقص يا جمعيه او يا قائمين ما هي الجمعيه ما فيهاش نقص القائمين على الجمعيه او في مشكله بينكم وبين الفلوس في الحته دي فما يكونش علاجه على حساب مشاعر الطفل وفي بعض الناس اللي بتروح وبتبقى عايزة يعني تدي حاجة للأطفال تطلب أنه لا أنا عايزة أدي الطفل أنا عايزة أدي الولاد أنا عايزة أديهم بإيدي هو ممكن يبقى إحساس من جواها أنها عايزة تشوف الفرحة في عينيهم عايزة تحس أن هي يعني ادت لهم بعض مشاعر الحنان والكلام ده لكن هو في حقيقة بدا. الأمر مش بده مش بده يعني ادي ده للاداره مش بده وقعدي انت معاهم وزعي بقى الحنان والمشاعر أنا والحب أنا وكل دوري حاجه انا دوري ان انا ابحث عن مكان ثقه وده بيحمل القائمين على الجمعيات دي والقائمين على امر اليتامى مسؤوليه كبيره جدا وفي جمعيات كثيره جدا يا شيخ احمد في خير فيها خير وفي جمعيات تانية محتاجه لخير كتير ما هما مش لانه لقين الضوء مش متسلط عليهم بالظبط احنا في عندنا الاعلام زي ما في حاجات حلوه في حاجات سلبيه مم. في جمعيات مش لاقيه مش لاقيه مش لاقيه في, في اماكن مش لاقيه يعني لما تلاقي حد يقولك احنا الشهر اللي فات ما كانش معانا نجيب فين ونأكل الولاد حد. الولاد مثلا او عيش او او, أو, 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 أو ملابس أو, أو, او الاحتياجات الاساسيه في جمعيات مش قادره فعلا تعمل الموضوع ده مم. وعندهم عزه نفس قويه جدا صحيح ما يتكلموش في الموضوع دورنا احنا نبحث دوري انا كحد غني مش ان انا ادي واشوف الفرحه في عينه، لا انا اشوف ثمره الفرحه دي شكلها ايه؟ مم انا اروح العب معاه، اروح افرح بيه، زي ما رحت بالاهرامات امبارح وانا بحيي الولاد كلهم كلهم اللي راحوا شاركوا في ادخال الفرح والسعاده والسرور عليهم لانه مساله أن الدوله لما قالت يوم اليتيم، الدوله ما بتقولش ان انا اهتم باليتيم مم النهارده واسيبه بكره خالص، الدوله بتقول أنت يا لاعب الكورة ما أنتش فاضي مم. عندك تمرينات وعندك ت... والله يعينك الكورة ما عادتش لهو زي ما كنا فاكرينه زمان ده بقت منظومة تانية خالص أي. بس ممكن تدينا يوم من وقتك تفرح العيال يتصوروا معاك يلعبوا معاك يجروا يلعبوا معاك كرة كده في الملعب ده عند الولاد ب... شفت الولد رب. الولد اللي استنطق الدموع من 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 قلوبنا مش من عيوننا أوه. قال أنا أسعد يوم عندي ليه؟ لأن هو شاف ناس ما بيشوفوش إلا في التلفزيون هو قاعد مع ناس لمس ناس ما كانش يحلم انه يقعد معاهم بغض النظر ان هم يجوا عشانه يجوا يجو عشانه او يعطلوا نفسهم او يوقفوا لانه الناس احنا كلنا عندنا اعباء اللي عنده بيته واللي عنده شغله واللي عنده بتاخد, هم بتاخد, هم بتاخد اللي عنده الناس من القرايب والاخوات والاصحاب ده, ده في ناس انا اعرفهم والله يقصرون في حقوق ابائهم وامهاتهم لانهم مش فاضيين من شغلهم غصب عنهم لان ما عندهمش وقت ابدا بل في انا اعرف ناس والله ما بيشوفوا اولادهم بالثلاث واربع وخمس ايام اه طبعا يطلع قبل الاولاد ما يصحوا منهم ويرجع والاولاد نايمين وهكذا من 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 دوامه الحياه دوامه الحياه فبنقول, فبنقول المشهور ده في اي مجال من المجالات يا رب يعينك ويقويك ويصلح حالنا وحالك اديهم ساعة كده العب معاهم فيها اديهم يوم فرحهم فهو ده المعنى ده, ده الجانب الايجابي والجانب ده بي اما تروحي بعينيكي بقى وتفرحيهم يعني اما تدوقي طعم الفرحه دي yeah. مش هتسيبيها طول عمرك صحيح. انت لوحدك هتقول اه لا ده انا كل اسبوع هروح لا ده انا كل شهر هروح لا ده انا كل اسبوعين هروح فليه لان هتلاقي في فرحه لما تروحي تلعبي معاهم وتفرحي وتتواصلي فرحة معاهم فرحه وارتياح و... و... الواحد احيانا لما يبقى مهموم ولا تعبان ولا متضايق ولا زهقان تلاقي نفسك رجليك كده رايحه على المكان اللي انت بترتاح فيه صحيح علشان كده الاسلام بيقول حافظوا قوي على عزه النفس. خليك عزيز النفس مم. ما تعلمهوش انه يبقى مذلول ما تعلمهوش انه يفتح ايده كده. لما الراجل جه يقول لسيدنا النبي اديني انا مش لاقي. ايه. قال له استنى لازم علمك تبقى ازاي عندك عزه نفس بكره اليتيم ده على راس اليتامى سيد الناس كلها. صحيح. نفع ربنا به الدنيا كلها، الدنيا مش المسلمين. الدنيا كلها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فاليتيم ده مش لازم أكسره اليتيم ده ممكن يبقى بكرة طبيب وذكر ربنا سبحانه وتعالى احنا بنقول ربنا عمره ما بيعمل حاجة مش خير لينا وذكر ربنا سبحانه وتعالى حرمه من الأب أو حرمه من الأب والأم فهو حطه في مكانه تانية مختلفة عن ناس كتير ربنا سبحانه وتعالى بيختبرني بيك يا يتيم أوعى تفكر إن ده كراهية لك أبدا ده ربنا ابتلاني أنا بيك عشان يشوف انا هتصرف معاك ازاي مم. عشان نشوف انا هحفظ حقك ولا لا من ضمن الحاجات السلبيه اللي كان يعني اللي كنت شفتها الفتره اللي فاتت انه بينزل على الفيسبوك بعض الصور <applause> لبعض الاطفال اللي موجودين في في دار معينه مثلا وهم في, في حاله مش كويسه وفي حاله مش كويسه وحاجات كده ويكتب ان الدار الفلانيه دي يا جماعه محتاجه تبرع يا جماعه اصحاب القلوب الرحيمه واللي عندهم خير اتصلوا بالارقام دي وساعدوا الناس الناس بتموت والولاد هناك مش لاقين ياكلوا ومش لاقين يشربوا فلما خدت الرقم واتكلمت لقيت واحده بترد عليا وقالت لي يعني حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل كده لإنه الكلام ده مش حقيقي ومش صح وإحنا أه ممكن نكون محتاجين بس زينا زي أي حد مش لدرجة إنه الولاد مش لاقيين ياكلوا وبيموتوا من قلة المياه وبيموتوا من قلة الأكل ومن البرد ومش لاقيين يلبسوا ومش لاقيين يضغطوا فيعني أنت بتستفيد إيه الشخص اللي بيصور الولاد ويطلع صورة صعبة وممكن دلوقتي بتالي ما فيش حد ما بقاش يدخل على الفيسبوك وما فيش حد ما بقاش يشوف وما فيش حد ما موبايل مرض العصر اه اه والله انا حازف الفيس من تليفوني اه والله أنا هو هو الفيسم. عايز اقول لحضرتك على هذا هو ادمان يعني اللي يعرف يتخلص منه, منه. يبقى برافو عشان عليه عشان كده انا تخلصت منه يعني صحيح والله. يعني في ناس و... في ناس ويا ريت ويا ريت كلنا لانه مش لازم ننساق ورا العدو المجهول ده ما بقاش حد عارف مين صحيح. مين اللي بجد ومين اللي مش بجد صحيح. ومين اللي بيتكلم صح ومين اللي بيتكلمش صح, صح وانت بتتكلم شخصيه صح ولا بتتكلم شخصيه مش صح ولا إذا اقول لحضرتك على حاجه انه من كوارث الفيس انه الفضايح بتتشير بسرعه قوي لان الفضايح بتنتشر اسرع من الاول أسر... لا ولا مش اسرع من الاول يعني لو احنا حطينا بوست كده ف... يعني انا اسف حاجة مش حلوه اوف على الشير اللي هياخده يا سلام اوف على اللايكات اللي هياخدها ولو احنا حطينا حديث صحيح ولا حد يبص عليه. اه لا وتلاقي عدد قليل. ولا حد شير اتنين تلات اربع مرات، لكن لو في حاجه كده اوه تشير بقى الاف مؤلفه في دقيقه، في ساعه، في يوم يوصل عدد مهول لان احنا بقى طبيعينا وحش قوي. أو. فبنقول للي بيتاجر بالحاجات دي او اللي بينشر العوارات دي اتق الله يا اخي. صحيح. خاف صحيح. من ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. عايز تعمل حاجه حلوه؟ انت عارف مثلا ان احمد او الاستاذه لمياء بتعمل خير تليفون صغير التواصل لنا سهل جدا دلوقتي تتصل على القناه تخش على صفحاتنا على الفيس هتعرف توصل لنا في لحظه آه وتدعينا ان احنا نروح نشوف المكان ده مم. فيقوم احمد عارف ناس اهل فضل فيروح يشوف المكان فيلاقي الناس دي فقراء فعلا فبالراحه باتصال صغير ما تروح المكان الفلاني اللي هو بيننا وبين بعض أيوة. في حدود لكن وفي ما اطار معين أطلع. ما اطلع على التلفزيون اقول اصلا رحت الدار الفلانيه اللي عنوانها المكان الفلاني ولقيت فيها اولاد لبسهم مقطع ده انا ذبحت الولاد دي مم. القطنه ما بتكدبش النت بيحتفظ بكل الكلمات دي صحيح. الولد ده بعد عشرين سنه هيعيروه ويقولوا له كنت في الدار الفلانيه اللي كانت هدومك مقطعه ياللي ما كنتش لاقي وهو لا لا بالنسبه يلي. له هيبقى حاجه محفوره جواه في يوم من الايام انا ذبحته كان طبعا انا أزيته طبعا طبعا نفس اللي عمله كفار قريش احنا بنعمله بس بلغه العصر بس للاسف ملبسينه الجلابيه الاسلاميه صحيح عايزه اقول كلمتين قبل ما نختم بعد اذنك يا شيخ احمد لكل ست مش هقول ام عايشه في الدنيا ماشيه على رجليها بتاكل بتشرب بتتنفس بتنام بتصحى بتشتغل وبتفرح وبتحزن وهي راميه ابنها وسايبه ضناها ما مكان ما تعرفش اذا كان عايش ولا ميت عشان سابته وهو صغير لاي ظروف في الدنيا انت مش ام شيخ احمد بشكرك ونورتني وان شاء الله نكمل كلامنا الحلقه إن, ان شاء الله ان شاء الله بشكركم مشاهدينا واشوفكم بكره على خير ان شاء الله يكون معانا فضيله الشيخ رمضان عبد المعز اشوف حضراتكم بالف خير سلام عليكم